أهمية التعليم الأزهري في مصر وخصوصا في تطور الحاضر بإدخال اللغات في أقسام سواء في المعاهد الخاصة أو في المعاهد النموذجية في الأزهر، بيدي دفعة قوية لنشر الوعي الديني في مصر وفي خارج مصر، علشان الإسلام ينشر في خارج البلاد باللغة. لدى الطالب نفسه ولدى أولياء الأمور بالتطوير اللي ممكن يحصل في العمليات التعليمية. لم يأتي لنا في مجلس الشورى ولا في لجنة التعليم ولا حتى لمسنا من وزارة التربية والتعليم أي اتجاه لإلغاء سنة ستة أو أي تغيير في وجودها من عدم. اللي مطلوب تطويره في التعليم العام هو المطلوب تطويره في التعليم الأزهري. سنة ستة رجعت الله يحفظك. لا، مفيش شك طبعا إن يعني عدم وضوح الرؤية بالنسبة للتعليم في مصر من شأنه إنه بيؤدي لمزيد من التدهور. لأن نفس المشكلة واحدة ونفس الأرضية واحدة ونفس البلد واحدة ونفس الطلبة واحد ونفس أولياء الأمور واحد. بدأ النهاردة أهمية التعليم الأزهري في مصر وخصوصا في تطور الحاضر بإدخال اللغات